ما زالت النقاشات اللي موجودة في جلسات الحوار الوطني بتنتج عنها أفكار مختلفة وبيشارك فيها عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب. عشان كده احنا معانا دلوقتي لقاء مع كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللقاء أجراء الزميل مصطفى ميزار. الحقيقة أنا من الناس اللي شايفة أن الحوار الوطني من أهم وأحسن الحاجات اللي اتعملت في الفترة الأخرانية، لأنه هي دي السياسة، أنه أنا أسمع وجهة نظر حضرتك وحضرتك تسمع وجهة نظري ونبتدي نتناقش حتى ما نتوافق، وحتى لو ما توافقناش إحنا سمعنا رأي بعض. الأصل في السياسة هي النقاش، أن إحنا نوصل مع بعض للطريق الأحسن، وخاصة أن في مشاكل كتيرة ينفع جدا تبقى محل اتفاق ما بين الأطراف. والحقيقة حتى لو ما حصلش محل اتفاق في الحاجات دي، فبرضو الحوار الوطني أضاف للحياة السياسية في مصر من وقت الدعوة ليه لحد دلوقتي. طيب، مخرجات الحوار وبيناقش يعني أوجه كثيرة مختلفة، سواء على المحور الاقتصادي، المحور يعني السياسي، المحور الاجتماعي، لكن في هذه اللحظات أو في الجلسة الماضية تحدثنا عن فكرة الزيادة السكانية، وهي بالفعل أزمة، ورأينا دول كثيرة سبقت في التعاطي والتعامل مع جلسات الحوار الوطني أو تعاملت مع فكرة الزيادة السكانية باعتبار أنها عبء على دولها. يعني رؤية حضرتك كباحثة سياسية وفي تنسيقية شباب الأحزاب عن يعني الزيادة السكانية أثرها ومخاطرها على المجتمع. لسه كنت بقول لحضرتك ان انا شايفه ان في موضوعات ينفع نطلع بيها بمحل اتفاق. الحقيقه انا شايفه ان المحور الاجتماعي باكمله ينفع نطلع منه بنقاط نبني عليها، ومن اهمهم محور السكان، لان انا شايفه انه المشكله دي من اخطر المشكلات اللي بتواجه مصر. زياده عاليه جدا في التعداد السكاني مع قله الموارد، مع التغيرات المناخيه اللي حاصره حوالينا، مع مثلا تقرير الامم المتحده اللي بيقول ان مصر هتكون من اكبر الدول المساهمه في المليار التاسع، وده مؤشر خطير جدا، لانه احنا مش بس عندنا مشكله في التعداد، يعني مش بس عددنا كبير، عندنا مشكله ان لما بنشوف الاحصائيات فين الاماكن الاكثر انجابا بنلاقيها الاماكن الاكثر فقرا. فبالتالي اللي عندنا مشكله في الخصائص السكانيه اللي بتنتج نسبه للزياده السكانيه. فانا شايفه ان المحور السكاني ينفع جدا نوصل فيه لموضوعات نبني عليها، خاصه وانه مصر مش جديده في انها تشتغل على المحور السكاني، مصر من زمان جدا بتشتغل عليه، هي مش مشكله حديثه، دي مشكله موجوده من زمان. طيب لو المشكله موجوده وتشخيص المشكله ايضا حاضر وموجود على طاوله المفاوضات والحوار، ما الذي ينقص حتى نصل بالقضاء على هذه المشكله؟ لانها مشكله ملحه ومؤرقه لمقدرات الدوله المصريه. هقول لحضرتك انه في جزء كبير جدا انه المواطن محطوط فيها، يا اما متهم انت المسؤول عن، من غير ما نكون بنقوم بدورنا على اكمل وجه، زي مثلا انه في الصعيد مثلا او في الاماكن الريفيه هتلاقي انه المرء المفضل انجاب الذكور، ما هو مش عايز ذكر لمجرد ان عايزه، هو شايف ان هو بيقدر يشتغل، شايف ان هو بيقدر يتفخر بيه ويتباهى بيه. فانت مثلا في المكان اللي هناك انت مش ممكن المراه لا اقتصاديا ولا سياسيا، انت محتاج تقول له ان لا تقدر لو خلفت بنت، وده حاصل بس حاصل على نسبه قليله، وهتلاقي الاسر اللي فيها المراه ممكنه الوضع مختلف خالص عن الاسر اللي المراه فيها لا بتلاقي تعليم ولا بتلاقي صح. ناقصنا انه الافراد يشوفوا ان هم بنفسهم بيعانوا، يعني لما هنلاقي ان في اسره عدد الافراد فيها كبيره جدا، الاسره دي نفسها بتعاني، لا بتلاقي صحه كويسه ولا تعليم كويس ولا اكل كويس ولا اي حاجه. فاحنا محتاجين انه يبقى في توعيه بشكل اكبر، وده حصل قبل كده في السابق، احنا يعني في تجارب هناخدها اللي هي مناسبه لبيئتنا من بره، وفي تجارب تانية احنا بالفعل عملناها قبل كده. هي حاجه سريعه، استراتيجيات الدوله المصريه عملتها في 2004 في 2007 وفي 2015 عن مواجهه الازمه نفسها. طيب انا 2017 و2021 طيب انا هوصل امتى لحل الازمه الجذريه دي، بحيث انه المجتمع المصري يكون قابل فكره انه يكون فيه توازن ما بين الوفيات ومعدلات الوفيات والمواليد؟
هقول لحضرتك حاجة، احنا اتعمل كم مبادرات، يعني هو تم اهمال الملف في فترة من بعد التسعينات لحد 2000 مثلا و14، من 2014 ابتدى الاهتمام بشكل واسع جدا تاني بالملف زي ما حضرتك ذكرت كم المبادرات اللي اتعملت. بس عندنا مشكلة، اول حاجة انه المبادرات دي مش متكاملة مع بعض، يعني بنطلع مبادرة وبعدين نطلع مبادرة وما بنشوفش احنا حققنا ايه في المبادرة دي وناقصنا ايه في المبادرة الجديدة، فاحنا مش متكاملين مع بعض. وعشان يحصل التكامل ده احنا كتنسيقية قدمنا مقترح انه المجلس القومي للسكان يعاد الى رئاسة الجمهورية. المجلس القومي للسكان بالظبط كده، لانه هو كان في الفترة اللي كان شغال فيها كويس كان بالفعل تحت رئاسة الجمهورية، وبعد كده انتقل لمجلس الوزراء، وبعد كده اتنقل لوزارة الصحة، فبعد كده بقت المبادرات اللي بتطلع من عند رئاسة الجمهورية او من وزارات المختلفة ما بيتمش التنسيق ما بينها. احنا شايفين انها لما هترجع لرئاسة الجمهورية هتبقى كل المبادرات دي موجودة تحت المظلة دي. انا اتمنى ده وأن يحقق الهدف المطلوب. وأخيرا عايز أسأل حضرتك عن ماذا أضاف أو يضيف الحوار الوطني ومخرجاته للتنمية في مصر؟ الحقيقة أنه أنا هفضل أكرر وأقول أنه الحوار السياسي ده من أحسن الحاجات اللي اتعملت. حضرتك دلوقتي لو سمعت آخر محور اللي هو المحور السكاني والأساتذة والمتخصصين اللي بيتكلموا في الموضوع والطروحات والنقاشات، وفي حد قعد بعد ما كل الحاجات دي اتقالت ولخص الحاجات دي وطلع مخرجات، احنا حلينا مشكلة لو فعلا مشينا على الخط الصحيح بتاعها. فالحوار الوطني ده من أكتر الحاجات الصحية اللي اتعملت وأسرى الحياة السياسية، وبنتمنى انه يبقى في حوار دائم، يعني مش لازم يبقى موجود في بالظبط كده، مش لازم نبقى عاملين له قاعات ومش لازم نبقى عاملين له ده بعد الانتهاء منه، لكن تفضل فكره الحوار موجوده على الترابيزات.